قضايا مكافحة الإرهاب والفقر تتصدر محادثات السيسي ووزير خارجية بوركينا فاسو. وزارة الداخلية تعلن توجيه ضربات استباقية استهدفت إجهاض تحرك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية. مقتل 9 عراقيين وإصابة العشرات في تفجيرات شرقي العاصمة بغداد. نشرة إخبارية مفصلة من أون تي في، أهلا وسهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جابرييل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد استعراضا لتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والإفريقية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر للقضاء على البيئة الخصبة لنمو الإرهاب والتطرف. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط خلية إرهابية جديدة والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أبناء الوطن ودور العبادة والمنشآت الهامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، كما تم ضبط مصنع لتجهيز المتفجرات وعددا من الأسلحة والطلقات النارية. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 جراء انفجار 3 سيارات ملغومة في منطقة حي بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية بغداد. وأوضح مصدر أمني أن الانفجارات الثلاثة وقعت بفارق دقائق معدودة. في الوقت نفسه أعلنت مصادر في الشرطة العراقية مقتل مدني جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته شرق بغداد، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث. وإلى أخبار الرياضة والساحرة المستديرة، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية تستضيف الجزائر اليوم مالي ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى وتلعب غانا مع توغو في المجموعة الخامسة، وستواجه أنغولا منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الثالثة. إلى هنا مشاهدينا وتنتهي نشرتنا المفصلة، نلتقي على رأس الساعة، دمتم بخير.